مرحبا، أنا عبير جبجي، مدربة مهارات حياتية ومعالجة بالطب الطبيعي المتكامل الهوميوباثي. معاكم اليوم في هذا البودكاست من وراء المايك بالتعاون مع مجلة نكهات عائلية وفاميلي فليفرز. اليوم بدي أحكي عن الهوميوباثي. سمعتوني عم بحكي أني أنا معالجة بالهوميوباثي. شو يعني الهوميوباثي؟ الهوميوباثي ويسمى أيضا بالطب التجانسي، هو طب يعالج على ثلاث محاور: المحور الجسدي، المحور النفسي، والمحور العاطفي، بالمقابل للطب التقليدي الذي يعالج فقط على محور واحد اللي هو الجسدي. الطب التقليدي يحاول أن يتغلب على أعراض المرض، بينما هذا الطب الهوميوباثي يحاول أن يستأصل المرض من أصوله. الطب الهوميوباثي هو أكثر طب متداول عالمياً بعد الطب التقليدي، حيث يعمل به أكثر من 500 شخص في العالم. مؤسس هذا الطب هو الطبيب الألماني ساميويل هانيمان في سنة 1810، ويستند هذا الطب على مبدأ المتشابهات تعالج المتشابهات، يعني بنعني حسب المقولة وداوها بالتي كانت هي الداء. بينما الطب التقليدي يحاول مثل ما ذكرت بالأول أن يعالج فقط الأعراض الجسدية للمرض، الطب الهوميوباثي يعالج أو يحفز جهاز المناعة الذي بدوره ممكن أن يتغلب على أساس المرض. قام هانيمان أو دكتور هانيمان بعدة براهين أو سماها بروفينجز، بحيث أعطى مواد لأشخاص أصحاء وأعطى مواد كثيرة لأشخاص أصحاء، ودون كل التغيرات الجسدية والنفسية والعاطفية التي نتجت عن تناول هذه المواد، ودونها في كتاب سماه الماتيريا ميديكا. هانيمان يركز بالأساس وكذلك الطب الهوميوباثي على جهاز المناعة، يعني إحنا ما بنصاب بالعدوى وعشان هيك إحنا بنمرض، ولكن نصاب بالعدوى نتيجة ضعف أساسي داخلي في جهاز المناعة، فعشان هيك كتير لازم نحفز جهازنا المناعة. مصادر هذا الدواء أو الدواء الهوميوباثي مصادر طبيعية، يعني بيجي يا إما من نبات أو من مصدر حيواني أو من معادن، وهذه المواد مخففة جداً جداً وما فيها أي كيماويات، فعشان هيك الأعراض الجانبية معدومة تقريباً. هذه المواد احنا بنعطيها للإنسان بطريقة مخففة، يعني انه بناخد المادة الأساسية. مثلا خليني اعطيكم مثال، لو قلنا بابونج لانه هو جاي من مصدر نباتي، ممكن هذا البابونج اني احله في مئات المرات في محلول من الماء ومن الكحول، وارجه بعدين كل ما أنا حللته أكثر، يعني خففته أكثر، كل ما كان مفعوله أقوى، وذلك لأني أنا هون عم بطلق طاقة المادة الموجودة في هذا المحلول. هلأ الهوميوباثي بيعالج عدة أمراض، الأمراض الحادة والأمراض المزمنة، ومدة العلاج تعتمد على شدة المرض، إذا كان المرض كتير قوي أو كان صار له فترة طويلة في جسم الإنسان، أو إذا كان المستوى الصحي للشخص ضعيف أو قوي. بالنسبة للمقارنة مع الطب التقليدي، طب الهوميوباثي يمكن أن يعمل مع الطب التقليدي، وبذلك بيخفف كتير من فترة العلاج. إن شاء الله استفدتوا من هاي المعلومات. تابعوني في حلقات قادمة نتحدث فيها عن مواضيع بتتعلق بالصحة وفي تطوير إزداد. شكراً كثير.